Yo. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم جونيور أو جونيور ديزاينز. اليوم جايب لكم فيديو عن كيفية تحميل آخر إصدار للفوتوشوب مجانا والأبد. حاب أقول إن كل الروابط تلاقوها في الوصف. فيلا نبدأ. طبعا أول شيء راح نعمله إنه ندخل على الرابط الأول اللي في الوصف واللي راح يدخلنا على موقع أدوبي الرسمي. زي ما انتم شايفين راح تلاقوا كل برامج أدوبي مثل فوتوشوب وإلستريتور والكثير من البرامج المهمة. طبعا في هذا الفيديو راح نركز على تحميل الفوتوشوب. أول خطوة راح نعملها ببساطة إن راح نضغط على زر الداونلود ترايل. بعد ما ضغطنا راح ينقلنا لصفحة ثانية وراح يبدأ معانا التحميل. التحميل زي ما انتم شايفين ما طول معاي. طبعا الخطوة الثانية انه راح نفتح الملف ونسجل بحساب ادوبي. اذا ما عندك حساب في ادوبي اضغط على التسجيل بحساب جوجل وبالتالي راح ينقلك لموقع عشان تبدأ تسجل حسابك. بعد ما تسجل بحسابك راح يبدأ البرنامج بالتسطيب. التسطيب يعتمد على سرعة اللابتوب أو الكمبيوتر المستخدم، لكن غالبا أنه بيخلص في أقل من نص ساعة. بعد ما ينتهي تسطيب الفوتوشوب راح ندخل على هذا البرنامج واللي بتلاقونه في الوصف. تأكد انك مش فاتح الفوتوشوب في هذه المرحلة. اول ما يفتح معنا راح نختار المنتج اللي حملناه واللي هو فوتوشوب اصدار 2017 CC. طبعا الشرح هذا ينطبق مع اي برنامج اخر بشرط انه يكون موجود على هذه القائمة. بعد ما اخترنا الفوتوشوب 2017 راح نبحث عن الملف اللي تم تسطيب الفوتوشوب فيه. بعد ما دخلنا على الملف راح نضغط على اخر خيار موجود في الملف وكذا يكون عندك الفوتوشوب باخر نسخة ومجانا. شكرا على المشاهدة، اشوفكم في مقطع ثاني. سلام.